طب استخدام الفرش بقى من سن كام يا دكتور عند الأطفال؟ هل بداية، احنا قلنا في البداية في الفرشة اللي هي الأم ممكن تستخدمها لتدليك اللثة والتخلص من بواقي اللبن سواء رضاعة طبيعية أو رضاعة صناعية، لكن الطفل ان احنا نبتدي نستخدم ليه فرشة بداية من سن كام يعني من المفروض؟ اول ما يطلع اسنان، يعني على قد ما نقدر، يعني لحد من اول سنه ونص سنتين نبتدي نتدخل بالفرش. يعني لو مش معانا الفينجر توث براش دي اللي هي فرشه اللي بتتلبس على الصباع، يعني دورها بيخلص عند سنه سنه ونص تقريبا، بعد كده نبتدي نتدخل بقى بفرشه الاطفال حتى من غير معجون. يعني من غير معجون. لحد سنتين بنفضل من غير معجون خالص، مجرب بميه، عشان ما بنكونش عايزين ندخل معجون فيه فلورايد في الفتره دي. هو بيبقى فيه حتى معجون الاطفال يا دكتور بيبقى مخصص للاطفال، ده برضو امن ان هو نسبه او مفروض ما يبقى ما فيهوش فلورايد نهائيا، ولا بيبقى نسبه معينه او بيبقى نسبه فيه نسبه بسيطه؟ معينه ونسبه بسيطه، بس النسبه دي بنحب ندخلها من اول سنتين. من اول سنتين. ودايما بنقول للام، يعني حتى هنا الصوره هنا بنتكلم انه بنحط قد ايه، الاطفال بتبقى حابه المعجون وطعمه حلو ومسكر بالظبط. فبتفضل تحط كتير. لكن معجون الاسنان بتاع الكبار لا ما ينفعش نستخدمه لا مش دلوقتي خالص، مش قبل مثلا 19 سنين. فاحنا بنفضل نحط معجون سنان الاطفال، وبنحط نسبه صغيره قوي بنسميها بي سايز، يعني حاجه قد حبه قد البسلايه، البسلاية. أيوة. حاجه صغيره خالص عشان لو الطفل بلعه ما يحصلش مشاكل، لانه برضو فلورايد الزياده لما بييجوا الاطفال يعملوا جلسات فلورايد في العياده للوقايه وكده، دايما بنحاول ان الفلورايد ما يبلعهوش عشان بيجيب تامي ايكس واسهال وحاجات كده. فمش هو بنفضل جلسات الفلورايد يا دكتور من سن معين من اول يستخدمه؟ 3 سنين. من اول 3 سنين. بنعملها وقائيه كده كل 6 شهور عشان نقلل معدل التسوس، سبيشالي الاطفال اللي بتبقى عندهم بدايه مثلا تسوس رضاعه، يعني السنه زي ما اتكلمنا ان هي بتبقى بوتشه بيضه كده بس لسه ما اتخرمتش، فاحنا ممكن نلحقها بالفلورايد عشان ما نوصلش المراحل ان احنا تتخرم وتعمل بقى المشاكل اللي احنا شفناها دي. فالفلورايد بيحميها من التسوس لمده 6 شهور، ولازم كل ست كل شهور 6 شهور بالظبط. يعمل نفس بالظبط. زياره طبيب الاسنان بقى تبتدي من سن كام عند الاطفال؟ سنه من اول سنة. عيد ميلاده الاول. من اول سن سنه بنحب نشوفه عشان حتى نتابع نشوف هو ماشي كويس، التسنين ماشي مظبوط، وهو يتعود على المكان ويتعود على الدكتور طبعا ويتعود على الفكره كمان بالنسبه له، فتبقى حاجه مستساغه بعد كده، ما يبقاش عنده خوف بالظبط ورعب من زياره عياده الاسنان مظبوط. بالنسبه للدكتور يعني حتى طبعا. عيادات سنين الاطفال الكونسيبت بتاعها اتغير دلوقتي اتغير. جدا. انا بحب اقعد فيها عيادات الاطفال. فعلا. يعني يعني بيحببوا ويلاقوا فيها طريقه فعلا ان هي، ودي الطريقه لكل حاجه عموما يعني بالنسبه لخاصه الاطفال، ان انت عشان تدخل لهم حاجه ويحبوها لازم تقدمها لهم بصوره مختلفه، بسنهم يعني بالطريقه اللي باللغه اللي هم اللي يفهموها هم يتقبلوها طبعا ويفهموها طبعا. طبعا. يعني لازم يكون العياده كالورفل، فيها كرتون في السقف مثلا العيال تتفرج عليه، في ريوردز بنديهم بقى هدايا، بنديهم صحيح. سيرتيفيكتس. الا الهدايا دي انا بنبسط لما بياخدوا الهدايا بعد الاسنان، شهادات بيبقوا متحمسين كده ويبقوا حاسين حابين ان هو فعلا لازم يحسوا ان هم يعني اصحاب مكان، وان هم بيحبوا المكان اللي هم يزوروه، صحيح، بيحبوا الدكتوره اللي بتعالجهم، بيحبوا الستاف بتاع العياده، كل الحاجات دي بتفرق قوي في النفسيه بتاعت الاطفال. يعني احنا بنبقى دارسين جزء سايكولوجي اطفال عشان نقدر نتعامل مع الاطفال، لانه كل مرحله عمريه بتحتاج طريقه تعامل مختلفه، فلازم صحيح. نكلمهم باللغه بتاعتهم يعني. صح. طب علاج التسوس بالنسبه للاطفال يا دكتور، هل هو نفس الطريقه بالنسبه للكبار او في مواد مختلفه بتستخدم للطفل؟ وخاصه يمكن احنا ما ينفعش نخلع الاسنان اللبنيه غير في حالات معينه، يعني بالزبط. لو اضطرينا زي لو السنه الدائمه طلعت فبالتالي ما فيش مكان ليها زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، او خراج، يعني لو بيحصل خراريج متكرره، الخراريج للاسف بتاكل الجذور بتاعه الاسنان. طب الخراج عند الاطفال بيبقى سببه ايه؟ برضو التسوس ولا عدم تسوس عنايه وصل ولا للعصب واهملناه وسبناه، وبعد كده فجاه مثلا يجوا الامهات يقولوا لنا شايفين كوره بيضه مش فاهمين دي ايه، او ابني خد ورم، التهابات، ورم طبعا، او وجع طبعا مستمر، وجع رهيب رهيب، لان خراج مؤلم جدا. لو لحقناه في الاول واخدنا مضادات حيويه وعملنا على طول علاج عصب خلاص هننقذ السنه دي، لكن لو سبناه بقى متكرر او الاهالي بتبقى فاكره خلاص ما هو اخد مضاد حيوي فالخراج راح، طب ما هو هيطلع تاني لان احنا ما عالجناش السبب، فهيفضل بقى يطلع مره 2 3 خلاص خراج بقى اكل الجدر بتاع السنه، فما بقاش في حاجه عالجها. يعني احنا فلازم في المرحله الجذور دي تتخلع بقى. طبعا بنتخلع، بس لو خلعناها بدري بنركب حاجه اسمها حافظ مسافه، عشان احنا بنخاف نخلع السنان اللبنيه بدري تقوم السبيس يقفل،
يجي بقى السنين الفك عند الاطفال بينمو لسه مازال بالظبط بيقف عند سن معين يا دكتور، وبعد كده بيتوقف نمو الفك عند الاطفال. طبعا يعني بيتوقف عند البيوبرتي، يعني ما بين 12 ل 14 عند مراحل المراهقه بس، لكن غير كده الطفل بيبقى لسه في مرحله نمو. سبيس مينتينر ده عشان يحافظ على المسافه او المساحه بتاعه السنه اللي اتشالت عشان ما تتخدش، فبالتالي السنه الجديده لما بتطلع بالظبط يبقى ليها المكان بتاعها بالظبط، لان الدروس بتنزل عند 10 11 سنه، فانا لو جيت اضطريت اخلع درس عند 4 سنين فشوط 6 سنين كده هيجي باي ذا تايم الدرس الدايم ينزل ما يلاقيش سبيس. فالسبيس مينتينر بتبقى زي باند كده بتركب على الدرس اللي قبله والدرس اللي بعده عشان بتبقى تحفظ. حاجه ثابته يا دكتور ولا متحركه؟ لا بتبقى ثابته، ثابته بتبقى ثابته على الدرس اللي قبله والدرس اللي بعده. وشكل السن بالظبط؟ لا بتبقى حديد، يعني بتبقى حاجه حديد كده، باند حديد ساند على الدرس اللي قبله والدرس اللي بعده عشان مجرد حاجه بس تحفظ المسافه. اغلب حاجات التقويم والتثبيت والكلام ده بتبقى ليها علاقه اكتر بالحديد عشان هو ده اللي بنقدر نتعامل بيه مع الاطفال. يعني زي الصوره اللي احنا شايفينها دي يا دكتور ولا دي حاجه تانية؟ دي حاجه تانية، دي جهاز اللي بيركب في بق الاطفال عشان بيحطوا صباعهم في بقهم. انا كنت عايزه هتكلم عن النقطه دي. طبعا دي مشكله كبيره بتسبب الاطفال، بتسبب لها مشاكل كتير بعد كده في الاسنان وشكل ده الاسنان. حقيقي يعني بيجوا لنا اطفال كتير عندهم هابت ان هم يحطوا صباعهم في بقهم، فبيبقوا الاهالي مش عارفين يوقفوها خالص. يعني احنا دايما بنقول الاهالي يشتغلوا معانا لحد سن 6 سنين لو قدروا ان هم يوقفوا العاده دي. يعني في حاجه دلوقتي بتركب، كانوا زمان بيربطوا الصباع بس دلوقتي في حاجه اسمها ثام جارد، بتبقى حاجه بلاستيك كده بتتربط على الصباع. الطفل وهو صغير ما بين 3 سنين ل 4 بيبقى مش عارف زي الصوره دي مثلا. هو لازم نعالج المشكله دي في البدايه، يعني في البدايه طول. طبعا يعني لان كل ما اتاخرنا فيها كل ما الفك شكله بيتغير خالص بالزبط. وعلى الاهل الاثنين. الاثنين والفك نفسه بيتغير خالص. يعني احنا بنقول لحد 2 سنين الطفل بيبقى عايز يحس بالامان، فما فيش مشكله خالص انه يقدر يحط صباعه في بقه، بس بعد كده لا، محتاجين ان احنا نوقف العاده دي على قد ما نقدر. يا اما بنجيب الجهاز اللي بيتربط على الصباع ده عشان الطفل ما يعرفش يفكه، يا اما كانوا زمان بقى بيحطوا الصبار والشطه حاجه او حاجه مره بولش المره اللي كان بيتحط على الصوابع عشان الطفل كل ما يحطه. بس في اطفال بيبقى يعني عنده جدا الحقيقه، بياخدوا الحاجه المره ويبلعوها وعادي جدا ما فيش مشكله فعلا. فبياخدوها مره ويبلعوها وعادي جدا يعني، فالاهالي بتيأس بقى، فبنضطر نركب لهم جهاز اللي دمه تقيل ده شويه. بيبقى جهاز حديد بيتحط في سقف الحلق، فكل ما الطفل يجي يحط صباعه في بقه هو مش عارف يحط صباعه في بقه لانه الحديد ده بيضايقه. وليها مده معينه يا ليها مده طبعا لحد ما الهابت توقف. يعني مش في اطفال لازم في خلال شهر بيكونوا وقفوا الهابت، في اطفال ممكن يطولوا، في اطفال بيطول بسرعه، في بالظبط ملهاش علاقه حسب الطفل، حسب أول الطفل وحسب في مشكله في الفك ولا لا. ساعات من كتر ان الاطفال بتحط صباعها في بقها المشكله ايه؟ الثام ساكينج ده الثام ساكينج بيبقى ايه مشكلته يا دكتور؟ ايه المشاكل اللي بيسببها للاسنان؟ بيعمل حاجه اسمها اوبن بايت، يعني بيجي العضه نفسها بدل ما بتبقى مقفوله بتبتدي تفتح، فبيبتدي شكل السنان نفسه يتغير، فتلاقي اللي فوق ما يبقاش قافل على اللي تحت. فالتان جارد ده اللي احنا بنحطه بيمنع الصباع وفي نفس الوقت بيعالج كمان العضه لو العضه فتحت عملت